تمام. طيب سؤاله الثاني شيخ عصام عن مسألة مؤخر الصداق للزوجة المتوفاة، هل يجوز للورثة المطالبة به أم لا؟ نعم، لأنه دين في رقبة الزوج ويتخصم منه النسبة بتاعته، لأنها لما ماتت ورثها، فبياخد اللي هو الزوج بياخد نصيبه كزوج، بيتخصم منه اللي هو نصيب إذا كان عنده أولاد له الربع، ما عندوش عنده ليه النصف. أي نعم.